مساء الخير، حلقة جديدة وترند جديد. النهارده الترند الحقيقة هو ليه أصول معايا، يعني ما شاء الله، يعني كل ما نتقابل يبقى في ترند، كل ما يعني معديين من جنب بعض تلاقي في ترند، وهي دايما أنا بسميها نانيتا الحزينة. هي كانت حزينة في وقت معين، طبعا وقت انفجارات لبنان، والناس طبعا بقى مسكوا في موضوع الحزن ده وقعدوا يقولوا هي حزينة ليه، بس هي كانت لابسة دريس أسود في حالة حزن، بس هو كان مفتوح شويتين، فكانت بتقول يا جماعة إن أنا حزينة ومشاعري يعني متضايقه وبتاع، وهي فعلا كانت حزينه، بس هما فيما يبدو ان اللبنانيات الحزن بتاعهم كيوت كده. مساء الخير، مساء النور. انا النهارده شايفه كده مفيش حزن، الحمد انا لله. سعيده سعيده، لا الحمد لله خلصت، بس انا فعلا كنت حزينه وقتها. والله والله احنا ما لناش هو بقى وقت انا كنت هي بقى حزينه. المشكله ان انت قعدتي تقولي لهم اصلا ما عنديش لبس مقفول، اصل انا مش بحب ال انا ما قلتلهمش، انا قلت لك انت اللي سالت. ما هم كانوا بقى ما حدش سالك كده، هم بقى عرفوا. ده اسئلتك. طيب قولي لي بقى، تبقى كام سنه في مصر؟ لا انا بيجي على مصر من زمان، كنت بيجي فاكانس يعني فاكيشن. لا كام سنه بس شغل؟ خط الفني يعني. 3 سنين. 3 سنين عملتي مثلا بتاع 50 مسلسل، 20 فيلم، 30 كليب، صح؟ يا او ماي جاد. عملت لا ده هو برنامج، المفروض كده، هو المفروض، بس انا ما كنتش قاعده في مصر، انا كنت باجي وبروح. انا اخر فتره قعدت فيها مصر دلوقتي ليتلي لما ابتديت اغني بصراحه. ما انت بتغني كمان يعني، انت دلوقتي بتغني وبتمثلي، انت فنانه شاب يعني، بتغني وبتقدمي برامج يس وبتمثلي وايه تاني؟ وبعمل انترفيو معاك وبنطلع ترند. طب نمسك الخشب، ودي اول ودي اهم حاجه فيها. نمسك الخشب، نمسك الخشب. يعني انت شغاله فنانه شامله على كل لون يا باتيستا. ايه شو على كل لون يعني، انت كل حاجه موجوده. ده كاري. بتاخدي عين؟ بتؤمني بالحسد؟ ايه اكيد كتير بقيمة بالحسد، اكتر واحده بالعالم انا بقيمة والله بالحسد. بتحسد كتير على طول. بيحسدوك ازاي يعني؟ احكي لي كده موقف ايه يعني، فاهمه بتاع في حسد كده؟ لا يعني يعني انا بشوف ان في ناس مركزه في حياتي بطريقه غريبه، انا ما اعرفهمش، بس انا بسمع من الناس برضو. في ناس بتحاول تضايقني بس انا ما بتضايقش يعني. لا هو ابو الليف ما حاولش يضايقك يعني، ابو الليف تقريبا ابو الليف ده صاحبي وحبيبي وغالي عليا جدا، فهو شكله مثلا ايه، لقيتك بتعملي حفلات في الساحل وبتعملي حفلات في بتاع، فقال لك شغاله وانا قاعد كده، ما مش هينفع كده. هو صاحبك؟ حبيبي ابو الليف برضه يعني، انت عارفه ان كل الناس حبيبي والراجل جميل، بس هو انت قلتي ان انت كنت متجوزاه. انت بتلبسيه؟ مش انا بلبسه، هم الصحفيين الاعلاميين اللي زي حضرتك هم اللي قالوا الكلام ده، بس كانوا بيهزروا وبعدين كذبوا الخبر. يعني انت كنت بتهزري؟ طبعا. لا لا ما انا عاوز اقول لك، اي حد يسالني هو يعني ليه ابو الليف، ليه انت؟ ما هو فعلا ليه انا؟ فقالوا لي هو بغير منك؟ قلت لهم لا بغير عليا. هو ابو الليف ده طلع قال لك يا جماعه استاذني شاكر، بما انك وقفت الناس اللي بتوع المهرجانات وبتوع البتاع، بس انا طبعا معترض ان هو وقفك، انت ما توقفيش. بس انا ما وقفتش. لا اقسم بالله كنت اتكلمت. انت لما توقفي انا بسمع لمين؟ بالمناسبه احنا اتصالحنا انا والفنان. خلينا ناخد بقى، هو انا مش جاي هنا عشان اتصالح مع ابو الليف. اتصالحنا دلوقتي. انت ابو الليف انت اتجوزت عرفي مثلا؟ اتجوزنا. كام سنة؟ 15 سنة. انت شكلك بتحب ابو الليف قوي. لا والله بتكلم، انت اتجوزتي ابو الليف؟ 15. انا عاوز رد قاطع، انت لغاية النهاردة 15 سنة وعندنا بنت عندها 13 سنة. طب اجيب ابو الليف على التليفون؟ اتكلموا. يعني انت فعلا عشان يطلق على طول. انت كده كنت متجوزة ابو الليف؟ لا يا عم، ولا اتجوزته ولا اتجوزني ولا شيء. يا بدي اتجوز ابو الليف؟ لا لا احنا فريندز عادي. امال الاشاعه دي ايه مصدرها؟ انت مصدرها؟ ميبي انا مصدرها. طب ما هي 3 اشاعات كتير، انا ما اعرفش ايه مصدرها يعني، الكلام كله اللي حصل انا ما اعرفش جه منين اصلا. هو انا اقول ولا لك، انا ولا هو من انا اقول لك الكلام جه منين. ابو الليف تري قال ما ينفعش ان انت تغني، هي معهاش تصريح من نقابه الموسيقيين. معي تصريح. وابو الليف معاه تصريح من نقابه الموسيقيين وعضو فيه، فقال لك نانيتا بقى ما تغنيش. انا مش اشمعنى بقى نانيتا ما تغنيش؟ اشمعنى ليه؟ انا عاوز اعرف الموضوع ده والله ما بعرف. انت اليوم كاعلامي وتفهم بهالمواضيع، قال لي ليه؟ لانه انا ما بعرف. ما هو انت بقى قمتي رديتي عليه وقلت يا ابو الليف
كان جوزي. انا ما قلتش كان جوزي. قالوا لي بغير مني، قلت لهم لا بغير عليا. اوكي بغير عليكي. طب شو بدي اقول يعني؟ قلت لهم هو مش عايز نغني عشان هو بغير عليا، فعشان كده عمل كده. كنت بهزر. انت بتحبيه؟ بهزر، بحبه على فكره، انا بحبه فعلا، بعزه يعني. بحبه كفنان وما عندي اي مشكله معه، حتى لما عمل الموضوع ما كانش عندي مشكله معاه خالص. انت بتحبه بليه؟ بحبه كفنان يعني، بحبه كشخص كانسان يعني. بتحبي انت الرجاله اللي بدقن بقى وكده وبتاع يعني؟ لا وضحي لي برضه عشان انا عاوز افهم. لا هو عنده كاركتير، ما فيك تنكر هيدا الشيء، في كاركتير، في ستايل ما حدش عارف يوصل. عن جد عنده هيز اون ستايل. عم بليف الله يسعدك. انا عاوز اقول لك ان انا صاحبك. شفت يا عم جمال لبنان كله معجب بيك وبتقول لك مش عارف ايه. طب ليه ما انا معجب فيك كمان؟ لا بس خلينا في ابو الليف دلوقتي يعني، خلينا في ابو الليف. دلوقتي ابو الليف انت بتقولي ان هو يعني كاركتره كده وشكله لطيف وجميل، وانت كنت تتمني تتجوزيه يعني زمان. كنت اتمنى بس الحلم ما تحققش، شو بدي اعمل؟ مش كل شيء بتطلبه بتتمنيه بيصير. طب ليه ما نحاولش نوفق الامور كده ونعمل لكم اغنيه مع بعض؟ يعني طالما بقى انت بتحبيه هو راجل برضه بيستظرفك وبيستلطفك. قلت لك بغير عليا تعمل اغنيه ازاي؟ باي ذا واي كنا هنعمل اغنيه من فتره من سنه يعني. في علاقه مع شخصيه بينك وبين بليف؟ احنا اصحاب، احنا فريندز. اما ليه طلع قال كده؟ ليه طلع قال يا جماعه انا نيتي مش عاوزه اتغني؟ ما اعرفش، ما هي المشكله ان هو بعت لي وقال لي انا ما اقصدكيش. انت تقصد مين؟ انا نانيتا. قال لي انا ما اقصدكيش، ما اقصدكيش خالص، اوعي تزعلي مني، انت صاحبتي وحبيبتي وبنتي ومش عارف ايه. بنتي؟ اه. وانت عديتي بنتي؟ لا فعليا هو قال كده. قلت له على فكره انا نانيتا. قال لي انا هاجمت بتوع المهرجانات، وانا قصدي هو كان قصده النقابه. طب انا مالي؟ شايفه النقابه ازاي بعد مصطفى كامل ما جه؟ والله مبسوطه، انا مصطفى كامل بحبه على فكره. بقول له مبروك مبروك، تستاهل ان شاء الله، هتصير احسن اكيد. طبعا كل الاحترام والتقدير لهاني شاكر طبعا، النجم الكبير، واعتقد هو عمل حارب فئه كبيره في موضوع المهرجانات ده، وهو كان ليه دماغ هاني شاكر. هاني شاكر بيغني اغاني سلطان الطرب يعني. انا بحب اغانيه اكيد يعني، كبرنا على اغانيه اكيد. يعني لما تيجي مش هيتقبل حمو بيكا وتشوفي هاني شاكر، فهو في اختلاف، اختلاف ثقافات، في اختلاف مش بس كمان في اختلاف اجيال دلوقتي يعني، في اختلاف اذواق يعني. انت برضو نوعيات اغانيك انا بعتبرها، انت مطربة مهرجانات، انا بعتبرك كده يعني. لا انا مش مطربة مهرجان يعني، بشوفك دوري مش عارف ايه وحاجات. عملت اغنيه مهرجانات او مش مهرجانات يعني، شوي ستيل المهرجانات يعني، بس مش مطربة مهرجانات، لان انا ما اعرفش اغني المهرجانات صح اصلا. حد عمل لك عمل؟ انت. انا هعمل لك عمل ليه؟ انا عارفه، انا بس عملتها. انه يلا يعني قولي لي والله بجد ما في مشكله يعني. مثلا انت بقالك 3 سنين، انا بشوف انا لو بقالي 3 سنين وعندي موهبه كبيره زي كده، موهبه ما شاء الله موهوبه انت، يعني كان زماني باخد ملايين. طب ما يمكن انا باخد ملايين وما بدي اقول لك. مش باين عليك. ليش؟ شو اللي مش مبين علي؟ لا مش باين عليك انت ملايين. ليش؟ يعني شو ناقصنا؟ مش حاسس ان انت بتاخدي ملايين. شو ناقصنا؟ يعني لا ما تجيبيش ملايين خالص، يعني ممكن الافات يعني، لو انت مثلا عامله فيلم مع مش هتاخدي زي احمد عز يعني. لا هو مش هياخد زيي. مين ده؟ احمد عز هياخد زيي. يعني احمد عز مش هياخد مش هياخد زيي 6 7 8 مليون؟ ما هو بياخد 5 6 7 مليون، انا باخد بالالافات، يبقى مش هياخد زيي في ايه؟ فيعني فاحساس ان انت واقفه معاكي. لا والله ما واقفه معي يعني، انا ام ساتيسفايد، انا مبسوطه بالعكس. احنا مش هنا مش جايين نخطب بعض، احنا جايين نتكلم في طريق نجوميه وطريق كفاح انت ماشيه فيه. لسه لغايه النهارده الناس معرفتها بيكي عن طريق السوشيال ميديا اكتر من معرفتها بيكي عن طريق انت يمكن عم تحكي بالتمثيل. التمثيل طبعا. هو التمثيل ما هو الطريق ليكي. انا فاكر من 3 سنين عملت لك انترفيو في نهائي الدراما عن التمثيل. صح، بس انا بعدين ركزت في الغناء وسبت التمثيل، سبت التمثيل شويه يعني. فشلتي بقى في التمثيل؟ ما لحقتش افشل ولا ما لحقتش. ليش حبيبي عم صور هلا؟ هو انت عمرك ما فشلتي؟ انا بصور. لا انا ما بفشل، انا واللي انت ما بفشلش خالص. انا نانيتا ما بفشلش.
انا حاسه ان انت واخده الموضوع بنانيتا دي، ان هي واخده بجمالك. لا، اخدي بجمالي واخدي بموهبتي بالاثنين، واخدي بالناس اللي عندي اللي بيحبوني بيقول الثلاثة ايه. اكيد. وده موصلنا ليه؟ موصل بكفي ان انا قاعده قدامك وانت عامل معايا انترفيو ولا بدك اكتر من هيك؟ ايوه كل حلو، بس انا سكت. انا عاوز اعرف نانيتا فين؟ بمصر. انا عارف في المهندسين. مانيتا فين؟ لا ما تقولش على الهوا انا ساكنه فين. اهدى. في المهندسين بس مش عارف. عايزين اقول لكم فين قولي لي وانا بعرفك. مانيتا فين بقى يعني؟ ما هو مانيتا مش هتفضل طول عمرها قاعده. لا احنا عاوزين نشوف مانيتا كده على مفيش فيلم. ان شاء الله بتشوفني، هيدا شيء نصيب بيصير. بس انه انا يعني بقالي فتره فعلا مركزه بالغنى. انا قضيت الصيف كله كل يوم عندي حفلتين ثلاثه، ما كنتش بقعد. ما شاء الله كسبتي كويس؟ مش هقول لك. لسه بتقولي ما عندكيش ملايين ومش باين عليكي. لا انا بقول لك كده عشان ابلغ الضرايب عنك. ميرسي. انا بغني ببلاش على فكره. مش انت اللي قاعده تقولي لي انا بغني حفلتين؟ بغني فري. كنت بتغني في الساحل. انا بتكلم على الملايين اللي عندي بلبنان. في ايه؟ كنت بتغني في الساحل بقى ولا في القاهره هنا؟ في الساحل، وفي الصيف كان كل حفلاتي ساحل. عملت كام حاجه خفيفه هنا بس كان ساحل. طيب ايه اكتر حاجه الجمهور لما بيشوفك في الشارع بيقول لك نانيتا؟ غير بقى شكلك ولبسك وبتاع، يعني مش الموضوع مش ده. ما بقى، ما انا ببقى لابسه مقفوله في الشارع. انا بحس ان انت يعني لا، الولاد عندنا بالراحه عليك. ولا بكون لابسه جاكيت ده؟ ايه؟ بقى لابسه جاكيت وانا في الشارع ولابسه طويل. العيال برضه هنا يعني بالراحه عليك. انا بالراحه. انت مش في لبنان هنا. يعني مصر يعني انت اصلا يعني على طول على طول يعني شو بدك هلا؟ يعني اللبس احنا دلوقتي انا شفت مهرجان الاقي الناس كلها وراكي. طب بيحبوني فانز. شو بيحبوني؟ طب لحظه بدك تحكي عن المهرجانات. اوكي انت استنى، رحت 22 مهرجان. استنى بالمهرجانات كل الناس بتبقى لابسه مفتوح صح ولا لا؟ مصريين واجانب. بس انت بتبقى مصريين واجانب بيبقوا لابسين اوفر. بس انت بتبقى لابسه مفتوح بلس. لا مش مفتوح بلس، انا مفتوح بلس بعينك. مش مفتوح بلس، انا بكون لابسه انا بلفت للنظر اكثر. ما خصني اذا الله خلقني عندي كاريزما اكثر من غيري، ما خصني، هيدا من عند الله، ميرسي لله ما دخلني. بس كل الناس لا فاهميني ايه؟ مش فاهم. انا ميرسي لله. بعد ما دخلني دي ما خصني. ما خصك يعني. يعني انا شو خصني عن جد؟ بس انت سوري، انت شايف كل المهرجانات كل الناس بيكونوا لابسين ولابسين اوفر، ومعلش في ناس بيكونوا هالقد انا بلاقي كل الناس ولابسين مفتوح من هون ومن هون وبيكون منظرهم اوفر اوفر اوفر. طابور وراكي. طيب محبة الناس نعمة شو؟ الحمد لله. طب يا جماعة ما تروحوش مهرجانات تاني فيها نانيتا. انت رحت السنة دي كام مهرجان؟ طب انا عايزه اقول لك ان في ناس بتعرف ان انا رايحه المهرجان بيبقوا مستنيني على الباب مش داخلين، اي سوير تو جاد، عشان يتصوروا معايا بره. والله العظيم هم صغيرين شويه فانا بيصعبوا عليا قوي. صغيرين يعني مش صغير اتضرب كمان. مش صغير ايه اللي اتضرب يعني؟ مش صغيرين بيبيز، انه يعني 25 سنه 20 سنه 23 اي دونت نو. بس هيك لا لا لا، حتى انه انا حفظتهم يعني. اخر مره اشتغلت له انت انا عارفاكوا. انا اطالب بمنع نانيتا من حضور وان هي تخرج من بيتها. هو في ايه يا جماعه؟ اخلص من ابو الليف تيجي انت؟ شو في؟ انا خايف على الولاد. لا لا لا، ما تبقاش اوفر. ولو مصر بلد الفن والفنانين والجمال. ما اصل انا بشوف وعندكم كل الناس من كل الدنيا. انا 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 شاهد على العصر. انا بشوف بقى، بشوف ببقى في المهرجان الاقي ناس بتقول يا كابتن فين؟ ده نانيتا هناك. ايه يا جماعه وزعوا حاجه هنا؟ نانيتا. طيب قاعد وشايف يعني ماشي، مش عشان الدريس يعني، ما كل الناس لابسه دريسز. انت ما فيش ولا دريس عندك مقفول ولا انت كله ما فيش دريسات عندك؟ كل دريساتك جايباها من فرنسا. طيب براحتهم بالصيف، كل دريساتي جايباها بالصيف. هو الشتاء في الشتاء بتعمل ايه في الشتاء؟ بلبس دريس برضه بيبقى فيه مونتو فوق.
تبردي يعني زي بس عندكم في مصر مفيش برد كتير بصراحه. بس انا شفتك في الشتاء برضو وكان مفتوح. شفتني فين في الشتاء؟ شفتك فين؟ ده انا شفتك كتير، شفتك مهرجانات كتيره برضو بتلبسي مفتوح يا نانيت. ما هو فستان، احنا عايزين نقفل الموضوع بتاع فستان سهره البسه مقفول ازاي اجيبه منين؟ مفيش. طب يعني طولي الكم، طولي البتاع الكم. خلاص اوكي، اهو زرار يتقفل اي حاجه. خلاص اوكي خلاص، برومس هتوعديني في الشتاء؟ اوعدك، وهلبس مقفول لهنا ولهنا، وهتشوف برضو ان الناس هيجوا يقولوا لك نانيتا هناك، هوريك ان نفس الموضوع. طيب عشان ما لها خصه بالدراسه. تعملي التحدي ده؟ ايه بعمله؟ خلاص البسي مقفول اوكي، ونشوف الناس بقى هيعملوا ايه. هاي ده تحدي على الهواء، هكون لبسي مقفول حلو وبلا ميك اب. شوف بقى بدك اكتر. لا بلا ميك اب مش عاوزين نوسعها قوي. لا وبلا ميك اب، ما انا بنزل، انا دايما بنهار بلا ميك اب. انا بنزل الصبح طول اليوم، بروح الجيم وبعمل كل حاجه من غير ميك اب. بس عشان انت قوي كده. لا 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 انا واثقه بحالي، انا برشم بقول لك هل قد انا واثقه بحالي. شو رايك من شو لشو على التيفي؟ من شو ليه يعني التحدي من ايه لايه؟ ما هو من التحدي اهو، في على شيء، ما تحدى على شيء ده يعني تحدى على شيء. خلاص عشوه العشوه، لا تشوف عشوه العشوه. وانا بقول لك مع الكرو، وانا بقول لك مع الكرو، وانا بقول لك هتخسري رهان. نيفر يا جماعه، في رهان دلوقتي بيني وبين نانيتا. نيفر. هتلبس مقفول، هتلبس كل حاجه من كده، وكمان هي زودت انا ما ومش هحط ميك اب، ومش هحط ميك اب، وهفرجيك بعينك. ولا تعرفي تفرجيني؟ والله هفرجيك. طيب الرهان يا جماعه يعني هنروح ناكل كلنا، كل كورونا اوكي، استوديو كله استوديو على حسابه لانه هيخسر. على حسابك، على حسابك لانك هتخسر. وانا بقول لك انا كسبان، انا شامم ريحه مكسب. نظف من خانك. خلاص ادينا يا جماعه كده تحدينا نانيتا التحدي الكبير، وهنشوف. عجبتكم يا طب دلوقتي نانيتا يعني لو الموضوع نانيتا يا جماعه دلوقتي نانيتا لو خسرتي هتعملي ايه؟ لو خسرت بصراحه مش عازمكم على العشاء، هعمل نفسي سافرت. لا هنجيبك، احنا هنجيبك تحت البيت. بس تكون صريحه يعني. لا العيال دي ممكن يجي يرميكوا بالتوم. ده بصي يعني السندس دي اقسم بالله بص عامله ازاي؟ دي كده ترميكوا بالتوم. لا خلاص سندس بقت صاحبتي. طب نانيتا بقى بعد ما خلصنا قصه المقفول والمفتوح اللي شغلاني والتحدي الكبير، مش شغلاني انا بكلمك بجد والله، انا خايف عليكي. انا خايف عليكي يعني، ممكن تصدمي لما تلبسي مقفول وتلاقي الناس ايه ده من دي. يا حبيبي انا طول اليوم لابسه مقفول، انت شايفني بحياتي اليوميه، انت شايفني بالايفنت بكون لابسه دريس. ما انا عم بقول لك انا عارفه شو عم بقول، ليه ما بتصدقني؟ عارفه حالي والله يا حبيبتي، ما مصدقك. واثقه بحالي. هنشوف. طيب دلوقتي انا نانيتا بعد ما خلصنا الموضوع ابو الليف وعرفنا ان هو خلصنا موضوع ابو الليف وخلصنا موضوع المقفول والمفتوح، انت مثيره للجدل بقى ليه عامله قلق كده؟ وكل ما تروحي حته تعملي قصص، وكل ما تروحي الساحل يقفلوا الطريق، تروحي مش عارف فين. انا نيت فين نيت؟ طب كمان ما خصني كمان، وانا كل ما اكلمك تقول ما خصني. انا شي مره عملت مشكله؟ لا انا ما بعملش المشاكل، هم بيعملوا مشاكل وانا ماليش دعوه. هو انت لما بتروحي البحر اسمي بيجي هو انت لما بتروحي البحر بيعملوا ايه؟ ما بروحش البحر. لا بتروحي الساحل وبتروحي شرم الشيخ. لسه كنت في شرم. طب نانيتا بس انت كنت في شرم الشيخ، ايه رايك في شرم الشيخ الاول؟ حلوه بس مش ستايل كتير. والله جميل. وبعدين انا برشح لك شرم الشيخ ليه والغردقه؟ عشان اللبس بتاعك ده يمشي هناك. مش هتعملي لنا ازمه؟ طيب انا كمان كنت يونيك في شرم الشيخ. ها يعني كنت برضو انا كنت نازله فين بقى البحر عامل ازاي؟ نزلت عملتي دايفنج، عملت سنوركل؟ لا انا بخاف من السمك. بتخافي من مين؟ بخاف من السمكه دخيلك. ليه بقى؟ ما بطيق السمك. انا بخاف من السمكه يعني. هو دايفنج لا لقينا حاجه ما بتحبكيش اهي. لا يمكن هي بتحبني انا ما بحبها. ما تقدر بتخافي يبقى انت. لا انا بخاف من السمك فعلا، بحب اعمل ادفنشر والقصص تبع البحر وهيك، بس بخاف من السمك كتير. بس دايفنج نو واي. بخاف كمان انزل بشي وهيك يتسكر علي. لا ما بتعرفيش تعومي يعني؟ لا بعرف اعومي طبعا.
تعرفي عومي؟ اه بعرفي عومي. ايه ما تعرفيش طبعا. بتعملي عومي ازاي؟ يعني بتعملي ايديك كده بعومي. اه والله لا بتعرفي تعومي؟ اكيد. يعني مفيش حاجه ما بتعرفيش نانيتا ما فيها، مفيش حاجه بتقف قدامها؟ لا احكي لي كده تقريبا عن لا. احكي لي كده عن موقف حد كده اسفينك اسفيني كبير قوي. شوف انت اليوم عم تحكي كلمات ولا الاكسبريشن ما عم بفهمه. اه يعني حد افسنك. ايه افسنك؟ اسفنك يعني مثلا عمل فيكي حاجه مش حلوه، يعني مثلا قال عليكي كلام، قال عليكي افعال. هلا افسني افسنوني كتير. افسنوكي؟ اسفنك سفسكك دي واعتبر كتير اكيد. يعني يعني ايه اكتر موقف متضايقه منه او فاكراه او حابه تحكيه او حد باعك او خانك او كده؟ لا باعني وخاني نو، ما فيش هذا الحكي عندي، ما بعتبر حدا باعني وخاني. بس انه حد مش كويس، حد اتكلم علي، حد سفسني واتيفر. افسنك اكيد في كتير، بس انه ما بيضايقوني كمان. ما عمركيش ضربت حد؟ شكلي قريب هضرب حد. لا بجد والله عمرك ضربت حد؟ ضربت لا. او اتضربتي اتخانقتي مثلا مع حد وضربك، اتخانقتي مع واحده وضربتك واحده صاحبتك؟ اكيد انا وصاحبتي مش هتضربني. هلا يمكن انا وصغيره ايه، بس انا وكبيره لا. مين بقى فاكرها؟ مين ضربني انا وصغيره؟ مين صاحبتك ضربتك؟ يعني ممكن بالمدرسه مثلا. اسمها ايه؟ لا انا ما مش للدرجات، يمكن كان اسمها ناتالي ما بعرف. ناتاليا؟ يمكن. بتحبيها ناتاليا؟ لا خلاص انا نسياها. شفتي بقى انت ما بتحبيهاش من زمان. نحكي ايام المدرسه. مين اخر حد بعت لك مسج؟ اخر حد نوسة. موسى مين؟ نوسة. هي نوسة بنت خالتي. شفتي طلعتي معنا على الهواء. نوسة. بعت لي واتساب. اه قلت لك ايه بقى نوسة؟ نوسة تعبانة شوية، سلامتك يا قلبي. ألف سلامة يا نوسة. حبيبتي يا نوسة. ألف سلامة. طيب حاسة بقى إن يعني بعد كل التعب ده والمشوار الفني، أصل مشوار الفني في مصر صعب جدا، مش فكره سهل يعني. لا طبعًا. ده عاوز جهد. ما في شيء سهل. شوري. بس إنه على حسب أنت كيف تاخد الحياة، أنت فيك تسهل حياتك وفيك تصعبها. أنا حاسس بواخد الحياة سهلة كده. يعني قلبة مراوح زي ما بيقولوا. بس كده يعني انا يا اما انت عشان لسه صاحيه فمش فارق معاكي. لا انا على طول مش فارق. يا اما كوبايه الكوفي اللي انت شربتيني مخليكي كده. حبيبي انا بعمل كل شيء لازم اعمله، يعني انا مش قاعده في البيت وقليله مروه ومدري شو، انا مش كده. لا كلميني بالعربي. يعني انا مش مكسله وقاعده، انا بعلمك. تقعدي تقولي لي مش شو تقولي لي كلام كنت تكتبيني مثلا. قصدي انه انا فعليا بشتغل وبتعب وبنزل وبروح وباجي، بس انا يعني حدا انا متصالحه مع حالي ام اوكي، يعني بنبسط بالشيء اللي بعمله وما بلاقي شيء صعب تو بي اونست. لما انا عملت كل حاجه لوحدي، كل حاجه كان نفسي فيها عملتها انا لوحدي، انا ولا كنت ماضيه مع حد. انا ليتلي مضيت، ما كنتش امضي مع ان شركات كتير كانت عايزه تمضي معايا، ما كنتش اوافق. فكل شيء شغل انا عملته لحالي لحد ما لقيت حدا انا ارتحت لهم فمضيت معهم شركه 7 ستارز وبقول لهم اي لاف يو شريف ومدام فيفيان بحبهم كثير. هيعملوا معك ايه بقى؟ عم نعمل اغاني اوريدي. انت خلاص سكه الاغاني دي هو الطريق؟ هو المين تبعي اذا بدك. الاغاني صوتك حلو قوي. يعني ولا على الاكيد احلى من صوتك. تمام يعني هيدا انا متاكده منه احلى من صوتك. بس انا ما بغنيش. انا عارفه ما مش فاهم صوتي المهم صوتي في الناس بتحبه، لكن بصوتي بتحبه كراجل اعلامي كراجل موسيقي. لكن انا فنانه استعراضيه، مش ماسك المايك وبغني. انا فنانه استعراضيه ما بغني طرب. يعني انت فنانه استعراضيه؟ يس. كده اوكي. انما تقولي لي طرب وبتاع برضه الموضوع، بس برضه يعني لا والله حلو، والله حلو كلام حلو. بعد ما سبت الاوبرا خلاص. تعرفي تغني حاجه لعبد الحليم حافظ؟ الله يرحمه. الله يرحمه احسن اليه. لا ما اعرفش. بقول لي كده روح. لا ما اعرفش. طب تعرفي تغني ايه كده لام كلثوم؟ يعني طرب كده، اديني حته طرب كده عشان ايه؟ ااكد للناس ان روايتهم ان يعني انت ما بتعرفش تغني
كاذبه. انا لسه قايله ان انا بغنيش شعبي، لسه قايله قبل ما تسال انا فنانه اسمها ايه؟ اعتراضيه. اعتراضيه، انت فنانه معترضه. انا فنانه اعتراضيه، ضيعتني. لا اكيد ما بعرف اغني لا ام كلثوم ولا عبد الحليم ولا حافظه اغاني انتوا. طب حته الوالد جسار. وائل مين؟ انت شوفي اليوم شو بدك؟ انا بغني اغاني. ما غنيش لحد. انت مغروره قوي. اه؟ انا مغرور. ليه الغرور ده؟ اقول لك عبد الحليم حافظ ام كلثوم ووائل جسار وتامر حسني تقولي لي انا ما بغنيش لحد. هم غنوا لي؟ هما مين اللي يغنوا لي؟ وائل جسار وتامر حسني غنوا لي؟ لا. يا انت غني لهم ليه؟ بس هما عارفين ان انت بتغني؟ اه طبعا. والله؟ طب ليه ما لسه كان عندي حفله انا وائل جسار في الساحل. انتوا الاثنين مع بعض؟ يس. واكيد الجمهور كان بيسقف كتير. وكان المسرح كان لما كنت على المسرح برضه بالمناسبه كان المسرح مكسور. لا ده اكيد حد هو اللي كسرهولي. والله كان المسرح مكسور مش عارفه اتحرك. دي كانت حفله في الساحل. غنيت بسرعه ويلا. كان مثلا لازم اغني 7 اغاني غنيت 3 وهربت. اه 3 اغاني عشان المسرح مكسور. المسرح كان عم يرقص يعني. والله. طب انت اول ما لقيت المسرح بيرقص. لا انا انا عن جد المسرح بيعمل هيك فانا عم بقول على المايك انا يعني. وانت اصلا طلعت ترقصي على المسرح. سالوني يعني انت اصلا طلعت. تلاقيش لو يعني هنشيلك. لا انت اصلا طلع على المسرح رقص بدايتك الشو بتاعك. كنت بغني. ايوه في ما هو في شو مع الاغنيه انت فنانه استعراضيه. يس. والله انت ممكن تعملي مسلسل استعراضي. هو المسرح كان عم يرقص لحاله ما كانش في داعي ان انا ارقص. وكمل يعني 3 اغاني ومشيتي. طب ما خفتيش في ال3 اغاني دول ياخدك وينزل؟ يعني كان الناس تحت كده يعني متفاهمين معايا كلهم ستاند باي لو وقعت هيشيلوني. المسرح كان عالي. جميل انت يا مين طبعا. متصالحه مع نفسك قوي. طب قولي بقى نانيتا لو جالك دور كده تعمليه مع ممثل مصري مشهور هتختاري مين؟ هقول لك انا 3 اختيارات تختاري واحد. احمد عز، احمد السقا، امير كراره. ما بحبه هالسؤال. ما بتحبيش الثلاثه؟ ما بحبش السؤال مش ما بحب. بحب الثلاثه بس ما بحبش السؤال عشان بتخيرني بين 3 صعبين الواحد يختار منهم. على فكره عادي اختار يعني ما هم مش الثلاثه صعبين يعني. لا اختار لك انا احمد عز واحمد السقا وامير كراره. اه بما ان 2 احمد يبقى نختار امير. والله احمد واحمد طلع امير بالنص. مع ان احمد عز مثلا نجوميه اكتر صراحه. الثلاثه ستارز والثلاثه نجوم. الناس اكتر تتفرج على افلامه اشتغل اكتر. تمام بس انت اخترت امير كراره. ما هو امير كراره عشان نجوميه اقل لما يمثل معايا نجوميه اقل في التلاتة يعني مش في الثلاثه عينه فهيطلع فعشان كده اخترته انا بساعده بس. هو من ساعه ما امير كراره واحمد السقا عملوا مسلسل نسل الاغراب وهم يعني بقوا اغراب. طبعا بحبهم جدا هم اصحابي يعني كل حاجه. طيب قولي لي بقى ايه قصه نانيتا شو؟ قصه نانيتا شو شيء اعلامي صاحبي بعزه قوي بصراحه. الله يخليك. اعلامي معروف اسمه محمد حسن. محتضني كان من اول ما جيتي من لبنان. اه مكتشفني وعملت انترفيو وفي تلفزيون. كان ساعتها كنا في رمضان جايين كان ساعه الكورونا. يا كان رمضان وكان كورونا صح بدايه الكورونا اللي هو كده. وكنت كنت عامله حاجه سيتكوم او مسلسل وكانت اول مره تطلعي تقريبا في تلفزيون مصري يعني كل كنت اول مره اطلع في تلفزيون مصري وتقريبا اول مره امثل. اه فريش. اه والناس بقى قعدوا يسالوا مين دي. فشوفي من زمان وانا لغايه لما وصلنا نانيتا شو لغايه بقيتي نانيتا شو بقى وانا بقيت يعني بص اللي هو قاعد. وجهي كان خير عليك. علي انا؟ قول لا. وجهي انا اللي كان خير عليكي؟ لا وجهي اللي خير عليك. ده انا الترند بتاع ما هو انت عملت ترند بس وجهي اللي خير عليك برضه معايا. نانيتا شو ده برنامج جديد نانيتا يا جماعه هتعمله بقى في كل اسبوع غالبا هيبقى يوم خميس كل اسبوع يعني. فهتعرفي بقى البنات كل حاجه ويلبسوا ايه ويشربوا بتاع ايه وياكلوا ايه واتيكيت اكل ال مش هعرفهم يلبسوا ايه. انا هنصحهم يعني هعطيهم اكيد مش هعرفهم مش هعلمهم يعني. هنحكي شويه عن اللوك عن الجمال كيف هي تكون احلى وارتب
مظهر هيك بس مش هنعلم حد. الله عليك يا هنيت، فخر العرب اقسم بالله، مش محمد صلاح انت فخر العرب. باي باي يا جماعه، باي، كان الله في عونك.